その他のこと。نجم حسن شاكوش طبعا برحب بيك معايا في وشي وببارك لك النهارده على يعني حفل زفافك. فرحه مختلفه لحسن شويه. حبيبي حبيبي كيمو طبعا الحمد لله الحمد لله ربنا يكتبها لكل يعني زي ما بيقولوا كده لكل مشتاق ان يكرم الشباب ويكرم البنات ان في لحظه زي ديت بتبقى طبعا احسن لحظه في العمر طبعا انت لما تكون واخد حد بتحبه دي بالنسبة لك طبعا ورضيت أهلك دول أهم حاجة طبعا ده بالنسبة لنا حاجة بالنسبة لي أنا كمان حاجة كبيرة جدا يعني شايف نظرات حب من الناس وده مش كلام مبالغة والناس كلها واقفة معاك وكلهم يعني فرحانين ليك واللي بيعمل لك شعرك واللي واقف والناس كل الناس حتى بعيدة حتى عن مديرين أعمالك الناس حتى أصحابك من زمان أهل منطقتك الكيمياء دي عملت يعني الحمد لله الحمد لله كل ده فضل ونعمة من عند ربنا احنا مش عايزين اي حاجه غير حب الناس لان ده هو ده اللي باقي السيره الكويسه ولا فلوس بتنفع ولا شهره بتنفع ولا اي حاجه بتنفع طالما ربنا مديك الصحه ومديك حب الناس هو ده اهم كنز واهم فلوس ولا فلوس الدنيا الحمد لله يعني انا من صغري كويس مع الناس كلها وبحترم الصغير قبل الكبير يعني حتى روح اسال في منطقتي يعني في منطقه عمري في حياتي ولا زعلتي ولا صغير ولا كبير ولا عمري عملت مشكله مع حد ولا عمري قليت ادبي على حد في منطقتي بالعكس انا كنت في فرح كنت بجري في جنازه كنت بجري يعني الحمد لله العروسه بقى ويعني ناس كتيره وشفنا المعجبات ابتدوا يغيروا منها دلوقتي اول ما الناس ابتدت حتى السوشيال ميديا واحنا واقفين دلوقتي مقلوبه والناس كلها بتتكلم على الفرح عملت ايه في موضوع المعجبات ده كلهم دلوقتي يعني قعدت طبعا خلاص خدت قرار قعدت كده المعجبات مش هيخلصوا او انت لما هتتجوز هم هيخلصوا ولا الناس اللي انت مش هتزهق ولا هتعمل ايه لا ما خلاص انا كده انا يعني انا الحمد لله ربنا كرمني ببنت الحلال ودي بقى اللي اقضي معاه بقيت عمري والمعجبات دول بقى برضو يعني موجودين على دماغنا من فوق وباحترام وبادب وبكل شياكه هم على دماغنا من فوق برضو اتفقت معاه على ايه الشخصيه العامه دايما الناس بتطاردها وانت اكيد اتفقت معاه على حاجه معينه انا كلمتها كذا مره وقعدنا مع بعض هي متفاهمه جدا جدا واخده وعارفه الموضوع رايح فين مع ان هي ولا ليها في السوشيال ميديا ولا ليها في تمثيل ولا ليها في الكلام ده خالص هي ست بيت واحده متعلمه الحمد لله تعليم عالي واصلا هي بنت الجيران وهي اصلا يعني من بنت الجيران الاغنيه ولا هي بنت الجيران اللي بالحقيقه بنت الجيران من منطقتي اصلا من منطقتي يعني الحب من زمان كده انا عارف ريم من زمان وتقدمت لها اصلا من حوالي 3 4 سنين بس ما كانش فيه نصيب وكنت لسه يعني شغل ومش عارفه وهي كانت في الفتره دي كانت مخطوبه فالحمد لله بقى ربنا كتبها لي يعني انا من شهور قريت لك تصريح وما بيسالوك عن مواصفات فتاه احلامك قلت لا تبقى شبه امي يعني التصريح ده اثر فيا شويه وقلت انت اكيد مش هتتجوز بالسرعه دي اتجوزت بالسرعه دي وبقت شبه امك لقيتها بسرعه طبعا ريم هي دي ست بيت متفاهمه جدا ملهاش ولا في خروج ولا تعرف مثلا لا هي حابه البيت تقعد على طول في البيت هي كده يعني وبعدين علشان شغلي برضو انا يعني هي برضو مقدره ظروف شغلي ومتفتحه جدا جدا لاي حد هيحاول ان هو يخش مثلا يحاول يبوظ اي حاجه في العلاقه وهي دلوقتي خلاص يعني احنا اتفقنا ولا عندها فيسبوك ولا انستجرام ولا اي حاجه انت متشدد في الموضوع يعني كده اصلا خلاص يعني هي ولا دلوقتي احنا قفلنا كل حاجه تخصها الفيسبوك هي عاده ممكن تبقى تحب تشوفك وتشوف نجاحك والناس تتكلم عليك ازاي تحب تشوفني بقى من عند انا يعني من عندي انا كده هي هتشوف كل حاجه وهوريها طبعا كل حاجه فان شاء الله ربنا اخر حاجه مين من اهلك كان نفسك يكون موجود معاك النهارده ويشاركك الفرحه بتاعتك ما فيش غير والدي الله يرحمه ده أكتر حد طبعا أهلي كلهم موجودين الحمد لله بس يعني أبويا ده هو اللي كان نفسي أمنية حياتي كان يبقى موجود في الوقت ده
اخر حاجه النجوم كتير، رضا البحراوي، واول ما انت نزلت وقلت اللي هو هيجي النهارده وتامر حسني وناس كتير، الناس فرحت، وخصوصا انت واثبتت انه مفيش بينكم حاجه اصلا. لا لا انا ورضا اخوات اصلا، وكل على فكره انا مش مخص يعني ماليش اخصام في المجال، كلهم على فكره انا بحب كل المطربين الشعبيين دول كلهم على مستوى الواحد، دول اخواتي وانا بتعلم منهم. يعني كل مطرب شعبي انا بقول له انا بتعلم منك، واخواتي ما فيش بيني وبين اي حد مشاكل، والمطربين التانيين بقى اللي هم يعني كل النجوم جايه ان شاء الله. طبعا عزمت على قد ما نقدر، واللي هيجي طبعا هيشرفنا، واللي مش هيجي هيشرفنا برضو، علشان برضو الدنيا تلاهي وكل واحد عنده ظروف وشغل، فبرضو كل واحد عالم بظروف الناس وشغل الناس، واللي هيجي هيشرفنا ان شاء الله. اللي انت كنت معايا النهارده يا حسن، ويعني واللي احنا حضرنا معاك الليله الخاصه دي هفضل افكرك بيها كتير، اللي احنا كنا معاك النهارده نورتنا النهارده الفوشيا، وكلمه جمهورك بمناسبه شهر رمضان تحب تقولها؟ كل سنه وانتم طيبين طبعا بمناسبه الشهر الكريم، وداخلين على ايام مفترجه، وربنا يكرم كل الناس، وربنا يحقق كل الاحلام اي حد هو نفسه فيها. وبقول لجمهوري كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله بعد الفرح ان شاء الله انتظروا بقى الشغل اللي جاي ان شاء الله، هنبتدي بقى من اول الشغل الجديد في رمضان ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك حبيبي.